نخلص تدوقها. اليوم ان شاء الله هنحاول نعمل تجربة استخلاص الزئبق من بقايا ريموت قديم. باين عندك ريموت قديم؟ بس مش عارف. تمام، هنجي الان خلص ها ها هنجي الان نحرق اللي هو الريموت القديم عشان نحصل على الرماد تاعه اللي بيحتوي على بقايا او قليل من الزئبق. يعني بس نعمل تجربة بسيطة عشان سامر يشوفها، بعدين نحن ممكن نعممها. نعم طبعا، تصور كويس. طبعا بعد هيك ناخذ الرماد اللي هو بيحتوي في تمام على بقايا الزئبق، على بقايا ايه؟ الزئبق. الزئبق زي ما انتم شايفين. هذا بقايا الزئبق. الان الزئبق بنحطه وين؟ بنحطه نفرده على الورقة ونشوف كيف لو حطينا قطرات من الماء ايش بيصير فيها. على الورقتين هذول حنحط بينات عندك في التصوير. تمام، حط شوية هان. تمام، وشوية هان. تمام، بعدين نفركهم بحيث انهم يغطوا سطح المنطقة كلها، المنطقة كلها لحد الآن. تمام، طبعا هذه الكمية مش كافية لكن حتعطي نتائج نوعا ما. تمام يا تامر. تمام، الآن بدنا المدرج وحنجيب، خليك انت ركز. هان حنجيب بضع من الماء. في نشوف سلط الكاميرا هان عشان نشوف ايش حيصير. ناخذ دروبس بسيطة من الماء ونشوف كيف بتكون الزئبق. ركز هنا، يا سلام شوف كيف قارة. لكن لو حطيت على البلاط ما فيش فيه زئبق، شوف حيصير ايش. بنعملها عشان في بقايا زئبق. تمام، هان عشان في بقايا زئبق. الكورة هان، شوف تلعب كورة بس لما طلعت برا تلعب. شوف مثلا لما تطلع لما تعاد هان حتكون زئبق، حتطلع حتتحد مع الزئبق. لكن لو طلعت برا شوف تحت. طب هذه طلعت برا، صورها هي بتطلع برا. بدي حدا هذه مثلا يو كله بده يروح. طلعت برا هي. هذه مثلا هذه اتحدت، هذه اتحدت، هذه اوه كبيرة، هذه هذه هذه. طبعا لو جبنا الوان هلا عادي اروح سكر الفيديو خلاص. تمام.